مستمعينا حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة هنا في أرضية هذا الميدان عن انطلاقة شوط جديد وشوط رائع وزيزوم مع التوقيت الأفضل، دقيقتين 13 ثانية واثنين جزم الثاني. تهانينا والناموس لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، هكذا يأتي هنا شوط الوداع لينطلق ليندفع هذا الشوط. وهناك المركز الأول، يا السلام اللي في المركز الأول مستمعينا الأعزاء، مرحب لعبد الله بن المرمي سعيد بن حلوة الكتبي، بينما اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني مياس ليمع بن حمد بالصقع الأغفلي، وفي ثالث المراكز سفاح لسالم بن عبد الله بن مطلق الأغفلي، وهنا الواعي لنواف بن فاضل المزروعي يأتي رابعا، وفي المركز الخامس خداع سالم بن خلاب بن مطر بن علوان. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز ذعناها عليكم. ولكن يسلب يمرحب بالمركز الأول مسيطرا على مقدمة الشوط، صامدا على المركز الأول ما شاء الله، للسيد عبد الله بن المر بن حلوة هالكتيبي مياس، للسيد يمع بن حمد بالصقع الأغفلي الثاني المراكز، المركز الثالث خداع لسالم بن خلف بن مطر بن علوان، الواعي لنواب بن فاضل المزروعي، وهنا يأتي سفاح لسالم بن عبد الله بن مطلق أيضا حاضرا مع هذا الانطلاق الجميل، مع هذا الانطلاق الرائع. ولكن الله يلواعي صح شوي الواعي في المركز الأول لنواب بن فاضل المزروعي مسيطرا على مقدمة الشوط، صامدا على المركز الأول يلواعي. المركز الثاني مياس يمع بن حمد بالصقع الأغفلي، المركز الثالث أيها الأخوة هناك من يأتي للسيد سالم بن خلب مطر بن علوان، الله ينهاب خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، تهانينا والناموس لك يا المذيع. الله 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 الله. المركز الثاني لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، المركز الثالث لسالم بن خلف مطر بن علوان، المركز الرابع للسيد يمع بن حمد بالصقع الأغفلي، المركز الخامس أيها الأخوة يا سلام الواعي، دقيقتين 19 ثانية 46 جزم الثاني. تهانينا والناموس لمالك الواعي نواب بن فاضل المزروعي، مذيع ومعلق ميداني ضو. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الجميل والمميز ما شاء الله، نوافيكم في هذه اللحظات بهذا الملخص الجميل.